بعد تحقيق نجاح ملحوظ في إنتاج الزعفران واستزراع نبتة الأرقان من البذور وحتى بعض الشفويات، انتقلنا إلى مرحلة جديدة وهي إنتاج الفطر المحاري على مستوى الجامعة، حيث انتقلنا من بيت التجارب إلى بنك البذور، وحققت هذه التجربة أيضا نجاحا ملحوظا. الآن نحن متواجدون أمام هذا المشروع المتمثل في إنتاج الفطر الذي بالنسبة لي جد هام، سوف يسمح للطالبات والطلبة من اكتساب مهارات عملية تفيدهم في إنتاج أو في إنشاء مؤسساتهم الناشئة بهذا الخصوص. هذا المشروع يأتي يعني بعد نجاح عدة مشاريع لإنتاج مزروعة استراتيجية على غرار الأرقان والزعفران وعدة مشاريع أخرى.